اليوم الجلسة متاعها واليوم elle peut être jugée jusqu'à 5 ans de prison. بيه انا عندي قلب وكيما تعرفوني حنينة، وانا ربيوني باش نشوف بالعشرة، و امبوسيبل نخلي نيمبورت كل بيرسون اي انكور مو صاحبتي مريم تدخل الحبس. دونك اليوم مشيت صححت لها الاسقاط، هاو الاسقاط تاع مريم، وربي يهدي، هذاك اللي نحب نقول. نذكروا اللي سمير الوافي زاد البارح حكي وقال هبط ستاتيو، قال انه هو بيثبت نزل عن حقه في القضيه اللي رفعها مريم الدباغ. يوسف بحري هبط ستوري وقال عيب كبير راهو الحبس، الناس ما تتشمتش به وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي وصلها وصلها لهذا، وكان معناها الحقيقه متشنج طريقة كلامه من غير ما ندخلوا أكثر في التفاصيل. جست نزيدوا نسمعوا أكثر التفاصيل من عند الأستاذ أحمد بن حسين اليوم في تصريح الـ EFM. اليوم بعرض مريم على النيابة أصدرت بتقرير بالسجن بحقها إلى حين محاكمتها، هذا الكل رغم أن حنان العش المنوبة اليوم قد مرتب إسقاط لمريم، يعني بعد اللقاء المشترك والمساعي الصحية الكثيرة التي وقعت في اليومين الأخيرين، حنان العش قررت هذا الصباح تقديم كتب إسقاط والتنازل في يعني عن تتبع مريم، ورغم أنه وقع تقديم الكتب هذا لممثل النيابة العمومية لأنه صدرت بطاقة الإيداع بالسجن. المنتظر الآن أنه يقع تعيين جلسة في الأيام القليلة القادمة، ومن المنتظر أنه يقع تقديم كتب الإسقاط هذايا للمحكمة المختصة والتي تنظر فيه وربما تأخذه بعين الاعتبار. واضح حين الاعتبار، وفما اللي يقول تدخل الحق العام ولا معناتها لانه الكلام اللي قالته قدام الناس وكذا وكذا وكذا، وممكن تخرج هذا في الجلسه اللي تعين قريبا. شكون عنده تعليق بسرعه؟ ربي يخلصوا حلوك. كان نرجعوا لاصل العركه على شكون؟ على فلسطين. فهم التونسي باش تفهم احنا الشعب التونسي قديش شعب ما عندوش ضابط، معناه فهمت، لا يعرف يعبر على حقه في، ولا يعرف يساند، ولا يعرف يحكي ديما، فهمت، عندنا هك الهيجة الناس كل تد فرد ثنية، فهمت، هم على شو بداوا هالهر يبداوا يحكيوا على فلسطين، كيفاش هي موقفها، موقف الاخرين، موقف كذا، ولا يسبوا في بعضهم وكبرت الحكايه. حاجه تضحك على الاخر. اما انت يعني اصدقاء معناها نسينا اصل العركه. شو قلت لك؟ العركه بدات على فلسطين. شكك نوفل، تعرف الغبينه الكبيره وين؟ معناها هل البورتابل هذي وهل المواقع هذي اللي معناها تو تخيل معناها زصحة، معناها تخيل انا السعدي مثلا اللي قادر تعاركنا ما تفهمناش في اشياء، شتخل انا باش نجي نهبط في معناها في هذه الفيديوهات وفي الدنيا وفي المواقع. هي العركه بدات في بشبر تابلويد، بدات في التلفزه، في الحصه التلفزه قبلها بجمعه قالت صديقتي المقربه، ولكن يا سفيان سفيان انت غلط في معناتها كيما احنا عن الراديو، هم عندهم الانترنت سيء ولا سيبور توا ما تعرفش تتكلم، تيك توك الانستغرام الفيسبوك سيبور ميدياتيك، وربما يعاقب عليه القانون، وربما فما فيديوهات يعملوا نسب مشاهده اكثر من بعض البرامج التلفزيون اللي ذعيه، معناتها يعملوا نسب مشاهده ويعملوا زاد المشاكل نسب حبس. ايوه فما ناس كيفاش ولو قيل هذا، ولو قيل انه راهو المواقع هذه ما دفعتش سفيان، حكيت لك انه كيما انت تقول انا نقول انا منشط في التلفزه، تقول انا عندي سيبور كذا وكذا ويتفرجوا فيا 50,000 كي نحل، يعمل فيه حاجات ما نعرفش عارف شنو هي، ماشي تتعروا الستر على بعضكم وتسبوا في بعضكم وتقلبوا في بعضكم، مش بعد تقعدوا هاي ها يا اخوي اخي لعبه هي نمشي نشكي بيك وبعد زاد باش نجبد الشكوى يا سفيان باش نعمل كذا من بعد ولا يسخفتني والحبس ما نتمناش الفلان، تيما من الاول فضوا الحكايه وقعدوا مع بعضكم، والناس هذه اللي ولت تو تهبط في الاستاتي ومؤلم وانا وجع اش بيك، ما مشيتش تكلمت ولميت مع بعضهم وضربت الزقفوف الزوز، قلت لهم شنو العرعور اللي تعملوا فيه وشنو الشيء اللي تعملوا فيه هذا،
تلموا هذول كنا قبل كانت حتى حركنا بين عروشات وبين الناس كان هكا يمشي ولد عمك يمشي ولد خالك يمشي صاحبك يتدخل بالحسنة بالمعروف فاش قام هذو السيب على عرق الواحد بعد ايه يا اخويا حق عام تاويك برخ خرجها واضح يعني برك منها في كلامك الكل نورز موافق عليه الا حاجه برك الكفوف ليه علاش ما نربوهمش الكفوف ماشي ما انا مثال وبس لحظه مش كيبي مع العلم مع العلم انه ما نعرفش توجع ولا ليه ونجم نكونوا احنا واحد منا ولا كلنا ولا معناتها التوتويت هذا بدا في التلفز معناتها عنده سنوات لمده سنوات التوتويت بدا في التلفز وخذيته الانترنت سفيان معناتها ماهيش نتاع علاقه معناها علاقه اصحاب كيما انا وياك كيما انا وسعدي كيما انا وسفيان كيما معناها انا غدوه باريكزومبل نسمعك مثلا في التلفزه تسب فيا ولا حاجه مش باش نحل فيديو نسبك نهز تليفون نكلمك شبيك مثلا علاش عملت هكا علاش عملت هكا سيب علينا كذا خطانا من الحكايات هذيا هو حنان العش فاش ناس يعذروه انه كلام تقال وشافوه الناس كل ولادها كذا ترفع قضيه باش ترجع حقها يعني زاد مخطر انا نحل التليفون ونقول كذا وكذا وليد وكذا لازم تعرف نجم مثلا نقول سعدي مثلا مش عارف انا تاجر في المخدرات وانت كنت محتكر لسنين وسعدي ما نجموش نقولوا في اكثر من اللي تقال في الحصه دونك في كل حال كل عندي اذا ما يرفعش قضيه